هاي محطة القديمة زين مالتنا شنو والله معاناتنا عياشه عن مساعداته والحمد لله يا ولدي ايش تعمل اي هذا بس اغيد تجيبوا لنا الماي والكهرباء الله يحفظكم حفظكم الله ابوي واخوي الله يحفظكم والله حتى مبرده ما عاد علق ماكو ماكو ماي ابوي ماكو حتى في ما صبيدنا نشتغل نشتغي زين اخذنا ماي ما نشتغل ما ناخذ احنا قاعدين هون بابلقش شيخ محمد قاعدين هاي صار لنا تقريبا من شهر 11 لا ماء لا كهرب العفو الوسخ الذبيبين الامراض يعني كثير احنا عن جغ معانا هون فبس شو نريد منكم بس الماي يعني حتى الكهرب ما نحكي علينا لان تعويض المولده بس الماء يعني فقد مره فقد مره احنا حالتنا فقد مره مو الماي المرض ال الجلد مالتنا فقد مرة يعني إحنا تعبانين حيل وما جاء أحد أي واحد من كانت وقت الانتخابات يومي نغش إلا هسه ماكو كل أحد معاناتنا الماي الماي متبهدلين والله أنا بالنسبة لي معوقة رجلي مقطعة ابني راح بالداعش وزوجي هم استشهد بالحرب أي ها وهاي تعرف ظروفي والله ما الناس تجيب لي والله هالخيرين يقولوا لي ماي ويجيبوا لي بالله والحمد لله بس يا اخي والله الماي متبهدلين بينه والله ظروفنا تعبانة حيل حيل تعبانة والله العظيم قلت لك لا لا حد يجي علينا لا حد يسال علينا لا حد يقول منو أنتم لا مسؤول غش والله لا قالوا هالظروف تاع شعبيتي هذاك هو بيتي متدمر انا هذا ما بيتي الجيران جابوني قعدوني بينه ما بيتي هذا هذاك هو بيتي مهجوم لا حد جاء قال لي عمل ولا حكومه سالت علينا لا شيء لا تعويضات رجعنا منهم احنا ذي اولادنا غاحوا وزواجتنا على كيس ما راحوا هاي الحرب دمرتنا وفوقتها ما حد يرحمنا كل بيت صابين مصيبه يا اخوي ونسال من رب العالمين ما غي ما غي من احد بعد. شغل ماكو، ومسؤول ما يجي، منظمه ماكو، اكل ماكو، شغل ما عندهم، رواتب ماكو، ابني قتلوا بيتي وقع، باقوا اراضي، انهجم بيتي، عنده اربع اولاد. كل شيء لا محافظ ولا مسؤول ولا كل حد ما حد يجي. على المنطقة وقوت تحت حكم ربنا أنا بيتي وقع جقد قد ابني هوني أسبوع غادي بهيك السومر وأسبوع جقد هوني هاي المصيبة اليوم الصبح جيتو ابني صاحب أربع أولاد قتلوا له بيت الواقع عنده أربع بنات بلا ولد بيته وقعود